ريف دمشق بلدة بيت سحر 2/5/2013 آثار الدمار والخراب الذي يخلفه القصف اليومي على البلدة. حسبي الله ونعم الوكيل. تهجير كامل لأهالي البلدة ونزوح معظم سكانها. الله أكبر عليك يا بشار. دمار في الأبنية السكنية والمحال التجارية. حسبي الله ونعم الوكيل. تتعرض البلدة لقصف يومي بكافة أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة منذ ما يقارب 6 أشهر، وحصار خانق مفروض من قبل عصابات الطاغية على البلدة. حسبي الله ونعم الوكيل. لا حول ولا قوة إلا بالله.